تمضوا معالي الوزير الأول في هذا المساء الصادق، فاجتنى بين تصدير الضباب المنحاز في أغلب الأحيان إلى دوائر احترفت التربص والتشويش وواقع مواصلة جهود التنمية ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في أجالها. كما نجدها تشتغل يومياً كوسيلة لتغذية الهجمات والانتقادات بالجملة دون ترطيب للسياسات العمومية ولا تمييز بين ما هو إيجابي وما هو سلبي. هي عينة من موجة انتقادات لا تزال تطال بعض أطياف المعارضة التي تواجه اتهامات باستغلال الوضع الاقتصادي المتأزم لنشر خطاب اليأس وإثارة ما يقول ممثلو المجموعات البرلمانية في مجلس الأمة بأنها البلبلة لمجرد لفت الانتباه والتغطية على عجز كبير في تقديم الحلول للخروج من الأزمة. فإن الدولة أمام خيارين لتمويل نفقاتها العامة، إما اللجوء إلى الاستدانة أو اللجوء إلى خيار الاقتراض من البنك المركزي، فإن قرار الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال الاقتراض المباشر من قبل البنك المركزي عن طريق الإصدار النقدي يعتبر أفضل الحلول الممكنة وأقلها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع. أعضاء الثلثي الرئاسي من جانبهم دعوا إلى تغليب المصلحة العامة ومحاربة الرشوة والتحلي بالنزاهة والتخلص من ممارسات البيروقراطية لتجسيد إصلاحات الحكومة على الواقع من خلال تغليب المنفعة الخاصة على الصالح العام وما ينجر عنها من تملص متزايد تجاه الشأن العمومي، وكذا ظاهرة الرشوة التي أصبحت شبه مؤسسة والافتقار إلى النجاعة المؤدي إلى إثارة غضب مستخدمي الخدمة العمومية وإلى فقدان ثقة المواطنين في إدارتهم ومنتخبيهم. كل هذا يؤدي بصفة واضحة إلى استفحال العراقيل في تنفيذ السياسات العمومية. كتلة الأفلان من جانبها طلبت بتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين ودعت إلى تضافر جهود الجميع دون استثناء لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة لإسكات من وصفتها بالأبواق المغرضة. تستعد لعرس جديد من أعراس الديمقراطية بالجزائر الممثل في الانتخابات المحلية التي لا شك إن الشعب الجزائري سيعطي من خلالها مرة أخرى درسا لكل المناوئين والمراهنين على زرع الفتنة والإشاعة الفوضى الداعين إلى اليأس والإحباط. خطاب واقعي للوزير الأول أحمد يحيى لتوصيف الأزمة وتقديم الحلول، هكذا وجده رؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة العليا للبرلمان مع دعوات إلى الاستثمار في الشباب لتجاوز الظرف الاقتصادي الحالي.